أمير الماسري. كان صعب جدا. That's not ping pong for a hat. أمير المصري راقص بالي. يا رب يطلع حلو يعني. It's like a guitar. Oh. محظوظ ان انا اوريدي بشتغل مع ديور في لندن. انا سامع دلوقتي ان الستور اللي هو هيبقى في الشرق الاوسط هيبقى موجود هنا في القاهره، في حاجه تشرف بجد. فتعاون امير المصري مع ديور اكيد انه مش الخطوه الوحيده ليه في العالميه، فهو من اول ما بدا في مجال الفن قدر انه يخوض تجارب في افلام عالميه في اكتر من دوله، زي فيلم لوست ان لندن مع وودي هارلسون. وفيلم ليمبو اللي حصد من خلاله جائزة أفضل ممثل في بافتا سكوتلاند، بالإضافة لمشاركته في العديد من المسلسلات الأجنبية واللي كان آخرها The Crown في جزءه الخامس، من خلال تقديم شخصية محمد الفايد في مرحلة الشباب. وباين ان اصرار امير المصري على تكريس اسمه في الاعمال العالميه مستمر، فهو كشف لاي تي بالعربي عن نوعيه افلامه الجديده في بريطانيا وهم كلاب زيرو وان كاميرا. ان كاميرا حاجه ثريلر، سايكولوجيكال ثريلر كده. بينما هنشوفه في فيلم كلاب زيرو بدور راقص ومدرب باليه، وهيشاركوا البطوله العديد من النجوم ومنهم ميا فاشيكوفسكا. كان صعب جدا، كان من اصعب الحاجات اللي عملتها بصراحه. قعدت شهرين مع مدربه هنا في مصر وواحده كمان في النمسا. صعب صعب، فيا رب يطلع حلو يعني.